من جهة ثانية، ترأس سيادة المطران خريستوفورس عطلة مطران الأردن للروم الأرثوذكس خدمة القداس الإلهي في كنيسة الأقمار الثلاثة في دبين بمشاركة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة وسط حضور رسمي وشعبي مهيب. وفي نهاية الخدمة أقام سيادته خدمة تقديس الماء مكرسا الكنيسة الجديدة والشعب الحاضر بالماء المقدس، ثم دعا سيادته جمهور المؤمنين الحاضرين للمشاركة الكهنوتية لكافة الرعاية في هذا البلد الآمن لخدمتهم، رافعين الصلوات أن يرحم الله فلسطين المقدسة وغزة بشكل خاص، وأن تتوقف الحرب الدموية فيها ويمنحها السلام. ثم قدم للسيد عيسى نصيف عودي باسم الإكليروس والرعية عربون شكرا وتقديرا لتبرعه السخي لهذا المشروع الذي يقدم الخدمة للجميع بشفاعة القديسة والدة الإله وشفعاء الكنيسة. ويشار أنه أثناء حفريات كنيسة الأقمار الثلاثة تم اكتشاف كنيسة قديمة تحت الأساسات تعود إلى القرن الرابع الميلادي، حيث تشتمل أرضية الكنيسة القديمة على فسيفساء تم نقلها ووضعها بأرضية الكنيسة الجديدة. بركة كبيرة إنه حلم كان في قلب كثيرين منا، من الإكليروس ومن الشعب، حلم موجود عند الشبيبة وحلم موجود عند كثير من فئات المجتمع الأردني في هاي البطريركية المباركة، بطريركية القدس أم الكنائس. حلم كان إنه يكون في عنا مركز أرثوذكسي، مركز للمؤتمرات، يكون في عنا مركز مخيمات للشبيبة، يكون في عنا مركز اللي يحتضن كل فعاليات الكنيسة في بطريركيتنا المقدسية وخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية. بلدنا الأردن بلد آمن ومستقر، وعشان هيك بنعمة ربنا وبحمايته الإلهية وبحكمة جلالة الملك وكل القائمين على هاي الدولة المباركة وبالأخص جيشنا العربي وقوى الأمن، بلدنا بأمان أبنائي في شرق أوسط مضطرب، في شرق أوسط ملان بالحروب، ولكن الحمد لله. واليوم صلاتنا من أجل وطننا الحبيب الأردن حتى يبقى آمن ومستقر. ربنا يحمي هذا البلد حتى يقدر يضل حاضن. ومن هون كانت الفكرة إنه يكون هذا المركز المهم للبطريركية المقدسية، هاي الكنيسة اللي هي كنيسة 2000 سنة بهاي البلاد المقدسة، اللي هي شاهدة للهوية المسيحية ولأصالة هاي البلاد المباركة المقدسة.